الرؤوس الأمريكية في هذا الصدد، ما الذي يمكن للأمين العام غوتيريش فعله الآن بعد تصويت الجمعية العامة لصالح مشروع القرار العربي سيدة نادين؟ نعم، تحياتي لك وللمشاهدين. كما قلت، هذا القرار هو غير ملزم، ولكن أدبيا وأخلاقيا ستكون هناك ضغوط كبيرة لتنفيذ أكبر أجزاء ممكنة من هذا القرار، والتي تتضمن في إحداها توفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة. هذا يعني أنه ستكون هناك ضغوط أكبر على إبقاء معبر رفح مفتوحا، حيث أن هناك قلق كبير من إمكانية تعرقل هذه المساعدات بين الآونة والأخرى من إمكانية إيصالها إلى محتاجيها في قطاع غزة. هذه النقطة قد تكون أكثر إلحاحا بالنسبة للقوى السياسية الدبلوماسية للضغط على إسرائيل ومصر لإبقاء هذا المعبر مفتوح خاليا من المخاطر بإمكان توصيل هذه المساعدات بدون توريط أو بدون إيذاء عناصر أو عاملي الأمم المتحدة. بالتأكيد هذه النقطة على الأقل الضغوط الدولية ستجدي نفعا مع قرار الأمم المتحدة في الجمعية العامة، إن لم تجدي نفعا ربما في إطلاق النار. ولكن على جهة أخرى أيضا هناك ضغوط أخرى لوقف إطلاق النار من عدة جهات، هناك جهود دبلوماسية كبيرة. نحن نعلم أن يعني كما قالت نيويورك تايمز، أوردت بأن هناك حديثا قد جرى بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي. سيدة نادين، وزير الخارجية الإسرائيلي يقول نرفض بشكل قاطع الدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار، هل يترك ذلك الكثير من الخيارات أمام الأمم المتحدة؟ هو لا يترك كثير من الخيارات أمام الأمم المتحدة، طالما أن مجلس الأمن قد فشل عدة مرات بإصدار بيان موحد يقضي بوقف إطلاق النار أو هدنة على الأقل. إنما القرار الذي صدر من الجمعية العامة سيكون مبرر أكبر للدبلوماسيين بممارسة الضغوط. هذه الضغوط يعني نحن نرى حتى أن الولايات المتحدة لديها إمكانية ضغط كبيرة على إسرائيل. الولايات المتحدة بحد ذاتها ترى تخوفا من هذا التوغل، من أنه قد يفجر أوضاع في الشرق الأوسط بشكل غير مسبوق. هي لا ترحب بهذا الوضع وهي تحاول أن تحصر الصراع، لكن هناك تخوفات كبيرة من أن الصراع قد يتفجر، من أن أساسا التوغل الإسرائيلي في غزة قد لا يأتي بنتائجه كما يرى الإسرائيليون أو يرغبون. هناك مخاطر كثيرة، لذلك نعتقد أن الولايات المتحدة تتريث أو تطلب من إسرائيل التريث، ضغوط أخرى قد تمكن ربما يعني احتمال. نحن نرى الآن الوضع كيف مندفع بهذه الطريقة، وأنه يبدو أن إسرائيليون ماضون بدون توقف، ولكن سيدة نادين يعني هم ماضون دون توقف وغير آبهين كما يقول محللون بالرأي العام. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إن واشنطن تدعم وقف الأعمال القتالية لمساعدة الرهائن المحتجزين في غزة على الخروج والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية. في أي إطار يمكن وضع هذه التصريحات التي كما يقول مراقبون تتنافى مع أرض الواقع؟ هي لا تتنافى مع أرض الواقع، يعني إسرائيل والولايات المتحدة ليس شيئاً واحداً. الولايات المتحدة هي دولة عظمى، إسرائيل هي دولة في الشرق الأوسط، دولة احتلال. لكن هل أن يعني الدعم المطلق الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، هذه التعبيرات هي لمنع أي أحد من أن يحاول أن يعتدي أيضا على إسرائيل بتفجير الوضع، ولكن هي بالفعل تدعم إسرائيل. ولكن هل ستدعم إسرائيل فيما إذا كان الوضع سيتفجر في الشرق الأوسط بشكل كبير؟ هذا ما تحسب الولايات المتحدة. أيضا تحسب موضوع الرهائن الوقت حساس جدا، يعني التريث بإمكانية عقد اتفاقات أكبر بالنسبة للرهائن، خصوصا أن هناك أخبار بأنه قد تكون هناك إفراج عن دفعة كبيرة من الرهائن قريبا،
بوساطة قطر التي تعمل حثيثا لهذا الموضوع. على صعيد آخر هم يرغبون بالتريث من إسرائيل بالتريث لكي تدرس مخططاتها أكثر، لأنهم لا يرون أن ما لديها يكفي لأن تقوم بعملية ناجحة بدون تكبيد خسائر كبيرة للمدنيين. هذه كلها العناصر مع بعضها تدفع بالولايات المتحدة للدعوة للتريث، ولكن هل تستمع إسرائيل لهذه الدعوة؟ هل ستنفذها؟ هل ستمارس الولايات المتحدة ضغوطا أكبر لحجم إسرائيل تماما عن هذه العملية التي تحضر لها الكبرى؟ هذه أسئلة تبقى قيد المراقبة. نحن لا ندري تماما كيف تتحرك الإدارة الأمريكية مع هذه المسألة التي أصبحت شائكة بشكل كبير بالنسبة للولايات المتحدة. هي من جهة تريد أن تدعم إسرائيل لأن هناك شعبية كبيرة لإسرائيل في الولايات المتحدة على المستوى الشعبي، على المستوى السياسي. أساساً الولايات المتحدة دعمت قيام دولة إسرائيل في الأصل في عام 1948. هناك أسباب كثيرة لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل، ولكن على صعيد آخر لديها حلفاء في الشرق الأوسط. السعودية لديها ثقل سياسي كبير في العالم العربي، وقد كما ذكرت لك صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن هناك حديثا جرى دون أن يفصح عن أسماء هؤلاء المسؤولين، حذر فيها ولي العهد السعودي من هذا الغزو لأنه سيفجر الأوضاع. أيضا هناك وفد مجلس الشيوخ الأمريكي قد زار السعودية وقد دخل الرسالة التي وصلت إليه من السعودية كانت فضة للغاية بخصوص الغزو. لكن هناك ما زال فكرة بالنسبة لي حل الدولتين. الجميع كل الدول تقريبا تصر على حل الدولتين رغم أنه يبدو بديل بعيدا للغاية. حل الدولتين مع استمرار هذا القصف، لا أدري ما إذا كنت قد استمعتي. أنا أسمع هذا القصف، ولكن نعم. أنا أسرد لك ما ذكرته الصحافة الأمريكية تماما عن هذه المحادثات، بأن مع هذه الأصوات المدفعية الثقيلة التي تهاجم بها إسرائيل قطاع غزة، هناك عمل دبلوماسي حثيث خلف الكواليس لا يبدو بالصورة تماما كما نسمعه في العناوين الكبرى للأخبار، ولكن هناك عمل دبلوماسي حثيث لتأخير هذا الهجوم على الأقل، ربما لدراسته أكثر فيما إذا كان مجديا في الشرق الأوسط أم لا. حتى الآن نحن نعلم أن إسرائيل هذه مقدمة، هي لم تغزو فعليا حتى الآن غزة، هذه هي تمهيدات، هي تدرس ما يمكن أن تواجهه في الداخل في عندما تتوغل في غزة، ليست هي مجرد مقدمات. لكن ما زال هناك أمل بأن تنجح جهود دبلوماسية معينة لتأخير هذه الحملة. في حال استمرت إسرائيل واستمرت هذه الضغوط، نحن سنرى تصعيدا دوليا إقليميا دوليا أمميا كبيرا، لأن ما نشهده من كوارث انقطاع الكهرباء، انقطاع الغذاء، انقطاع الماء، الحالة الصور التي نراها مؤرقة جدا للعالم سواء كان مؤيدا لإسرائيل أو مؤيدا للفلسطينيين بشكل عام. شكرا جزيلا لك مني.